انه هذا الموضوع بده ينعمل، واللي بده يكون عائق قدامه بده نزيحه على جنبه بكفي. اذا عندكم حدا عم بيعرقلكم ان كان بالمنطقه التربويه ضمن الاداره تبعكم او بالتعليم الخاص برا، بدكم تقولوا لي مين هو. بس انا من هلا لنهار الاربعاء بدي لوائح نهائيه، والمدير العام عم يسمعني وهي المسؤوليه مسؤوليتك فادي، بدي لوائح نهائيه نهار الاربعاء بكل المناطق بعدد المركز. معاليك اللوائح صارت موجوده هي لوائح عندكم من 16 لا ما بتنفع اللوائح. اسمعي، لوائح بدون موافقه المدارس الخاصه ما بتنفع. يعني تبعتولي لائحه حضرتكم بدكم تدعموها، نحن ما وافقوا معنا، وهذا الشيء انا قلت لهم اياه المره الماضيه. بدي تعطوني كذا خيار ونحن بنأمنها. اذا كل واحد يروح على محل وجابوا انه ما يكون عندي بصف واحد اكثر من 25% من تلاميذه من فرد مدرسي. يعني ما بدي كل المدرسه تسائل بفرد غرفه عم تعمل امتحان، هيدا التوزيع عندنا، هيدا عندنا رح بصير بعدين، بس انتم بدكم تشتغلوا على المدارس عددها على هالاساس. نحن لما نشتغل على التوزيع رح ناخذ بعين الاعتبار اول شيء المدرسه ما نكون معذبين.